أنا جاي لعندك أعزل، ما في شيء. جمع حي القدم العسالي في جنوب العاصمة السورية الجيش السوري والجيش السوري الحر على الأرض للحوار وليس للقتال. حي القدم كان يعتبر أكبر تجمع للجيش السوري الحر قبل توقيع اتفاق المصالحة مع قوات النظام في 28 من شهر أيار من العام 2014، إلا أن الخوف لدى بعض المسلحين من فخ ما من أجل اعتقالهم إذا ما خرجوا أجبرهم على البقاء في مخابئهم. هذا الخندق مثلاً ما زال يضم عدداً لا بأس به من المسلحين. فادي صقر قائد الدفاع الوطني قرر كسر الحاجز النفسي مع عناصر الجيش السوري الحر ونزل بنفسه إلى الخندق بعدما طلب من عناصره الانسحاب. بدنا نغير الطلاقية من هون نحطها للجنوب باتجاه داعش، نحن والشباب الدفاع الوطني. يا رب الله يسمعها من يلا إيدنا بإيدكم، إيدنا بإيدكم يا شباب، يلا شرفوا والله اكبر عليهم. هني الغيوم لهالدشف هدول الغيوم، ما لك بحاجتهم. الله يقوينا يا كرم. غيوم ما لك بحاجتهم ابدا. نجح صقر في تطمين هؤلاء العناصر من الجيش السوري الحر، كما نجح في اقناعهم من يتوقفوا عن التقاتل فيما بينهم ويتفقوا على قتال داعش.